وقع عايش معي مدة طويلة. هو موقف وقع لي في سنة 2016 فاش كنت كنقرا، فإذا بواحد السيد كان جالس هو والعائلة ديالو وولادو. أنا بقيت كناكل، يمكن النهاية ديالي تقدر تكون هك، وراه غادي يبدا يدخل لي ديك الفشل، غادي يدخل لي. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج حرقة ما تنساش. حرقة ما تنساش هو برنامج كيسلط الضوء على مجموعة من التجارب الاجتماعية اللي كيعيشها الفرد في المجتمع. حرقة ما تنساش هو برنامج لاستخلاص الدروس والعبر وليس للترفيه والمتعة. فالصدد كنستضيف شخصية عزيزة على القلب، مؤثر فاعل في المجتمع، وكيقدم محتوى في المستوى اللي كنقلبوا عليه احنا هنايا في مجال 24. سي يوسف، مرحبا بك معنا. مرحبا بك خويا العربي، وشكرا بزاف، وسعيد انني معكم اليوم في هذا البرنامج ديال الحرقه ما تنساش. الله يكبر بك، طبيعه الحال شرفتينا في البرنامج. الشرف لي ديالك. بغينا المتابعين الكرام، شكون هو يوسف اعبو؟ يوسف اعبو هو شاب مغربي من مدينه تطوان، مواليد مدينه تطوان، 29 سنه، صانع محتوى، و ما كنبغيش نقول مؤثر، ولكن مؤثر بطريقة أو أخرى، يعني ماشي حاجة اللي بغيتها، ولكن مؤثر. أي واحد فينا في الحياة هذه راه مؤثر، سواء بالخايب ولا بالمزيان. كندير محتوى في اليوتيوب من 2018، بداية ديال 2018، وما زلت مستمر فيه. والنوعية ديال المحتوى كنظن أنكم أدرى بها، اللي هي ثقافة عامة بصفة عامة. طبيعة الحال سي يوسف من خلال البرنامج هو العنوان ديالو حرقة ما تنساش، أكيد أي شخص في المجتمع أو في الحياة العامة بصفة عامة كيكون مر بشي ظروف اللي خلاته يفكر. طبيعة الحال السؤال ديالنا هو شنو هي الحرقة اللي ما بغاش تنسى ليوسف؟ بالطبع أي واحد في الحياة عنده واحد الموقف اللي هو ربما يكون موقف غير الحياة ديالو، ربما يكون هو الموقف اللي انهاله الحياة ديالو نهائيا. وداك الموقف كاين اللي كينساه، وكاين اللي كيتناساه، وكاين اللي كيبقى عايش مع الحياه ديالو كامله. بالنسبه لي انا الموقف زعما الموقف اللي خلى لي واحد الحرقه في القلب ديالي وبقى عايش معايا مده طويله، هو موقف وقع لي في سنه 2016 فاش كنت كنقرا الفندق هنايا على طريق سبته في مدينه تطوان. هذا الموقف صراحة كان عنده واحد الأثر كبير في النفسية ديالي، وكنت أنا حكيت واحد المرة في واحد الحلقة، وسبحان الله العظيم من بعد ديك الحلقة كانوا وصلوني إيميلات، وصلوني رسائل، وصلوني بزاف ديال التعليقات ديال الناس اللي ديك الحلقة ألهمتهم بزاف. واللي القصة ديالها كانت مع واحد الأستاذ، على ما أتذكر كنظن الأستاذ ديال الكونتابيليتي. والأستاذ كان كيشرح لينا، وفي واحد اللحظة قالنا واحد المصطلح باللغة الفرنسية، وأنا أصلا يعني ضعيف في اللغة الفرنسية، ما عنديش معها بزاف، وما كنقولهاش وأنا حشمان، أقدر نكون ولو في مؤتمر دولي نقول أنا ما عنديش مع اللغة الفرنسية، أنا عندي مع اللغة الإنجليزية. ففي واحد اللحظة قالنا واحد المصطلح باللغة الفرنسية، أنا قلت له ممكن تشرحوا لي عادي، احنا كنقراو سؤال عادي عادي جدا، ممكن انك تشرحوا لي بالعربيه وراه غادي نعقل عليه. علاش؟ حيتاش انا المره الوحيده اللي تعلمت فيها اللغه الانجليزيه هي في التاسعه، وشوف دابا من التاسعه حتى لهاد السنه هذه انا كنبراتيكي لونجلي، وكنزيد نتعلمه، وكنعرفه، وكنهضر بها. علاش تعلمتها مره واحده؟ وكانت الاستاذه كتعلم بالعربيه وبالانجليزيه كتسهل. فشنو غادي يقول لي هذا الاستاذ؟ يقول لي
كان حوار واحد الحوار طويل عطيك المختصر المفيد ديالو. بالعكس بغينا داك هو حتى هو من 2016 ما نقلش التفاصيل ديال الحوار. نعم. ولكن غادي نعطيك زعما المختصر المفيد ماشي جمله واحده. نعم. قال لي حنايا المدرسه هذه كنقراو فيها بالفرنسي والماده هذه بالفرنسيه. قال لي انتينا النهايه ديالك غادي تكون في الراس ديال الدرب كتكمل الجوانات وحادي الطالع والنازل وبهذه الكلمه هذه. وفاش كنت درت ديك الحلقه ما بغيتش انني نذكر الاسم لكن بدون نقفز النقطه هذه الكلمه هذه راه عندها ثقل كبير. واش كنت عندها خلفيه ولا هو ثقل كبير؟ حيتاش اول حاجه هذا الاستاذ هذا ما عارف على الخلفيه ديالي حتى شي حاجه، ما عارف على الشخصيه ديالي حتى شي حاجه، ما عارف علاش الاسباب انني جيت نقرا هنا، ما عارفنيش واش كنهضر شي لغه اخرى. انت ما اديتي لا نهائيا. انا قلت له هذا المصطلح هذا ما فهمتوش. هو في البدايه ملي قلت له انا هذا المصطلح ما فهمتوش هو ما سمعش الكلمه او انه قصد انه سمعني وما يجاوبش. فانا كنت كررت له قلت له استاذ الكلمه الفلانيه المصطلح فلان فلاني ما فهمتوش واش تقدر تشرحوا لي. تما كان قال لي هذه الجمله ديال انك حنا هنا كنقراو بالفرنسيه وانت عمرك غادي تتعلم والنهايه ديالك غتكون في الراس ديال الدرب كتكمل الجوانات وطالع النازل والهابط. وشوف دابا النهايه ديال القصه كيفاش غادي تكون. انا خرجت من تما ما كملتش حيتاش اعرف هذا السبب من الاسباب انك ما تكملش. لا هو هذه الكلمه هذه ما كانتش من الاسباب ولكن اللغه الفرنسيه كانت من اهم الاسباب. فخرجت تما تقريبا في نهايه السنه وقيله في الفتره ديال الامتحانات. انا حسيت براسي ان انا ما كنتاميش لهنا صافي وخرجت. مراها دازت واحد الفتره كنظن شي سنه ولا سنه ونص تما فاش بديت انا القناه ديال اليوتيوب بديت هايدا وصافي بديت فلاشين ديالي ديال اليوتيوب. داز الشهر الاول مساحه قناه ديال مساحه راه كانت عندي لاشين من كريا من قبل في 2016 ولكن كانت مجرد قناه منزله وصافي ما فيها والو. بديت في النهايه ديال 2017 كندير محتوى في اليوتيوب ومن بين المحتوى اللي كنت كنديرو كنت كندير المراجعات ديال الكتب. شوف دابا القصه فين غادي توصل. كنت كندير المراجعات ديال الكتب وبالفعل بعض المرات كنشرح نظريات علميه بعض المرات مراجعه ديال الافلام والقصص وهذه. استمريت على هذا الحل لمده سنه. كان عندي واحد الجمهور كبير كنظن كنت وصلت للمليون. والفقره ديال الكتب والروايات كانوا كيتبعوها لي بزاف ديال الناس كيطلبوها مني بزاف ديال الناس باش تعرف انه كاين الناس عندهم هذا الحب ديال القراءه. ففي واحد النهار وبالصدفة أنا جالس في واحد المطعم كناكل عادي جدا ماشي شي مطعم فاخر مطعم في الحومة ديالي. فإذا بواحد السيد كان جالس هو والعائلة ديالو وولادو. أنا بقيت كناكل ديك الساعة هو جال عندي قال لي أنت مساحة؟ قلت له إيه. قلت له راه قال لي راه متبعك وولادي راه متبعينك وتبارك الله عليك ما عندي ما نسلك. قال لي ولادي راه متبعين الفقرة ديال الكتب ديالك. فانا فاش ملي شفت فيه انا عرفته راه حيت شنو ما يقدرش يخفى عليا. صاحب دعوتنا صاحب دعوتنا ما يقدرش يخفى عليا. وهو ما عرفنيش حيتاش انا تبدلت. انا في ديك الساعه ملي كنت كنقرا اول حاجه ما كانش عندي ما كانش عندي الحياه كنت دخلت النادي وتبدلت يعني تقريبا تبدلت ما عقلنيش نهائيا الا بقى كيركز فيا شي 10 ديال الساعات ولا شك فيا. صافي عادي جدا وقلت له شكرا بزاف والهضره ديالك اثرت فيا وانا كيعجبني نسمع الناس انتقادات عندك شي حاجه تقولها لي. صافي مهم وقاس الامور وبقيت كنفكر حتى الماكله ما قدرتش نزيد نكمل الماكله اللي كنت كناكل من قوه كنشوف انه شوف السيناريو كنرجع للسيناريو شوف الانسان اللي حكم عليا شحال هذه انك عتكون في الدار بالسبب ديال اش بالسبب ديال اللغه الفرنسيه. ولكن شنو انا كنرجع النجاح ديالي بواحد النسبه كبيره للغه الانجليزيه اللي هي انا في ديك الساعه انا كنت كنعرف اللغه الانجليزيه. هو حكم على الفشل ديالي باللغه الفرنسيه في حين انه النجاح ديالي في الدومين ديال اليوتيوب كان بسبب ديال اللغه الانجليزيه اضافه الى اللغه العربيه. علاش؟ حيتاش اكبر محتوى تعليمي كاين في اليوتيوب وكاين في الانترنت بصفه عامه راه اكثر من 80% باللغه الانجليزيه. راه ممكن دابا هذا الميكروفون هذا ممكن يتخسر وما تعرفش كيفاش تصلحه تدخل اليوتيوب عاد تبر كيفاش تصلحه بطريقه او باخرى. انا نعطي لك غير واحد المثال عاوتاني بسيط. في السفريه ديالي الاخيره ملي كنت في البرتغال
دخلت المطار باش نمشي للبرتغال لهولندا بالطياره. دخلت المطار في تيكي عندي خصني نكون في تيرمينال جوج. دخلت المطار شنو كنلقى؟ كنلقى التيرمينال جوج كيسردني للباب، كيسرد لي للزنقه. قلت كيفاش سردني للزنقه؟ ما يمكنش. شنو غادي ندير؟ غادي ندخل ليوتيوب تيرمينال 2 ان ليزبون، ان ليزبون ايربورت. بدات كنفتش لقيت واحد لقيت واحد الفيديو ديال واحد السيد شنو كيدير، داير نفس هو هي نفس المشكله ديالي، ولكن تيرمينال 2 كتخرج برا كتلقى واحد البوس مكتوبه فيها تيرمينال 2 كيهزك كيديك لواحد التيرمينال بعيد. ها انا حليت المشكل باش باللغه الانجليزيه، واللغه الانجليزيه هي اللي علمتني ندير المونتاج، هي اللي علمتني نتعامل مع الكاميرا، علمتني نتعامل مع الميكروفون، علمتني نتعامل مع المنصه ديال اليوتيوب بكمالها. المعلومات اللي غادي تلقاهم بالانجليزيه ما تلقاهمش بالفرنسيه. انت كنت الفرنسيه عندك حكم مسبق لانها ما صالحالكش، ما كتجيش معاك في المغرب. في المغرب والانجليزيه رجعوا عندك الكلام داك السيد كان ما عندوش واحد لا كان عنده واحد الاثر، بالفعل كان عنده واحد الاثر كبير، وهذا الاثر هو اللي خلاني ندير داك الفيديو. كان داك الفيديو دابا فيه يمكن شي 2 مليون فيو، وتفاعلوا مع الناس بزاف، وكل واحد كيحكي لي دابا شنو، كل واحد كيدخل عندي سواء الايميل سواء الانستغرام ولا حتى في الكومنتس وكيعاود لي شي قصه مماثله. فبحال لي انا حركت واحد الكاس كان راكد في القلوب ديال الناس، في النفسيه ديال الناس، كل واحد كانت عنده حرقه وانا حركتها له بهذه القصه هذه، وبقات مستمره معايا بزاف. فشنو هذه الحاجه شنو علمتني؟ علمتني انا شخصيا، دابا هو ضرني انا وبقات فيا الحرقه في القلب ديالي، ولكن شنو علمتني؟ انني عمري ما نحكم على شي واحد مسبقا انا ما عارف عليه والو. شي واحد انا ما عارفش الخلفيه ديالو، ما عارفش الشخصيه ديالو، ما عارفش فين ساكن وشنو مدوز، شنو قرا الظروف ديالو، ما نقدرش نحكم عليه. ولكن لو كنت عندي هذا الباكاج ديال المعلومات كامله حدا يدي غنقدر نعطي الحكم. علاش؟ حيت انا راه حدايا المعلومات، حدايا الحقائق. ولكن انا ما كنعرف عليك والو، انت مجرد تلميذ جاي عندي في القسم وغير كتقرا، كتجي كتقوز جوج ساعات وكتمشي بحالك. راه ما عارفش انت فين ساكن، شنو كدوز مع العائله ديالك، واش كتبات بالليل، واش غير كتدخل للدار كتجبر الصداع، كتجبر المدابزه، كتجبر واش هو باك قرك الفرنسي ولا لا. فديك المساله خلات واحد النقطه في القلب ديالي، وفي نفس الوقت علمتني انا. فشوف الشر كيفاش كيرجع بالخير. نعم. داك الكلام عطاك شحنه انك شحنه بالنسبه لي شخصيا. انا من ديك الفتره هذيك ما عمري حكمت على شي واحد مسبقا، الحكم المسبق على شي واحد، حيت ما تعرفش شنو غادي يوقع. راه يدوز عام ولا عامين ولا 3 سنين يقدر يكون مدير شركه، يقدر واحد النهار يقدر بالعكس. اسمح لي، يقدر يتكفس شحال من كلام قاسي كيدمر الشخص. دابا انا في ديك اللحظه هذيك لو كانت الشخصيه ديالي ضعيفه، بالضبط الشيء اللي بغيت نقصد انا، لو كانت الشخصيه ديالي ضعيفه راه كنت غادي نمتص ديك الهضره وغادي تفشلني، وفعلا غادي نمشي للدار غادي نبقى نفكر في ديك الهضره بزاف وغتجيب لي واحد الاحباط. غادي نقول هذا السيد راه عنده الحق، راه فعلا انا راه واقيلا يمكن النهايه ديالي تقدر تكون هكا، وراه غادي يبدا يدخل لي ديك الفشل، غادي يدخل لي داك الوسواس ديال الوسواس. شحال من واحد دمرت الحياه ديالو غير بكلمه، شحال من واحد راه انتحر بكلمه، انتحر بكلمه واحده. علاش؟ راه كان اون ذا ايج، كان على الحافه، انت عطيت هذيك الكلمه صافي راه مشى ونهار الحياه ديالو. انت السبب ديالو بالضبط. من خلال السي يوسف هذا الكلام وهذا السياق اللي تكلمنا فيه، مثلا شنو استفدتي من هذا مثلا الحرقه، من هذا الكلام اللي كان قاسي وجارح وذو حكم مسبق، شنو استفدتي؟ استفدت انه بعدا ومن خلال ذاك الفيديو كنت مررت واحد الرساله ديال انه اي واحد في الموقع ديال التعليم انت كاستاذ راك خصك تنتبه مزيان الكلمات ديالك والتصرفات ديالك بزاف بزاف. حنايا شحال ديال الاساسي تاثروا فينا بالخير والاساسي تاثروا فينا بالايجاب. نعطيك غير مثال، علاش انا ما حاملش اللغه الفرنسيه؟ راه من الاسباب راه استاذ ديال اللغه الفرنسيه حتى هي يا كانت في الطفوله ديالنا، راه كانت استاذه، نقدر نقول لك انها استاذه، يعني كيفاش راه كتدخل الرعب للتلاميذ، أستاذك دخل الرعب للتلاميذ. تخيل أنه فصل الشتاء والبرودة اللي كيجي معطل كتحمله بقسوة.
فما عرفتش اللي كان ظلم مشاهدين غادي يعقلوا واحد المرحلة كامل من كنا صغارين كان الأستاذ كيحملنا كنشدوه في واحد واحد الطاولة كتكون واحد حديدة تحت القيمات تحت القيمات كنا واحد جلد حدايد خرجوا بالجلوف باردين هذيك وهذيك راه ضروري كانت كديرها شنو ملي كانت الأستاذة كتحملنا في اليد كنمشيو كنشدوه في ديك الحديدة باردة باردة باش كتبرد راه شوف هاد الذكريات راه باقي عندي لحدود الساعة عذاب النفسي العذاب النفسي جرى قلت لك حنا ما كننساوش حنا كنتناسوا ربي عطانا النعمه ديال النسيان لو ما كناش كننساو راه الانسان يكون كامل كركوبه ديال العقد وشنو اللي تعلمت الحاجه اخرى كيف ما قلت لك انه اي انسان انا ما عارف عليه والو ما نقدرش نحكم عليه ولو نشوفه فاشل قدامي علاش من الممكن انه يكون دابا فاشل ويكون هو حاسس براسه انه فاشل وكيحس بالكلام ديال الناس ولكن غتجي فواحد الفتره غيدير جلوس مع النفس وغيدير مراجعه وغادي يبدا يخدم في السر حد ما عارف غتجي واحد عام عامين تلقى هذا السيد هذا دار طوموبيل دار تقول كيفاش راه يلاه البارح كان في راس ديال الدم جالس كيفاش تادر راه ممكن انه جلس مع راسو فكر فهمتي ربما الى جيتي انت قلتي له شي كلمه خايبه قدر يكون ديك المسار يتغير كيف ما كيقولوا في الاكوان المتوازيه انه كاين افتراضا كاين جوج ديال الاكوان دابا انت كانسان الا وقع لك واحد السويتش صغير فواحد الفتره انت غادي تقلب اخرى غادي يمشي لكون اخر وهنا الحياه ديالك كتكون مختلفه على الحياه ديالك اللي كاينه هنا باش واحد السويتش بسيط وحاجه اخرى عاوتاني من الحاجات اللي تعلمتها انه دائما خاص الواحد يكون كيثق براسو الثقه في النفس ماشي شي واحد يقول لك شي هضره تفشلك لا خصك تكون انت مصر تكون عارف راسك انت شنو كدير وماشي اي واحد يجي يقول لك واحد الهضره غتاثر فيك ببساطه هايده وتدخل لك القلب ديالك كما تمتص الاسفنجه الماء لا دائما خدم العقل ديالك اللي عطاه لك ربي وما تخليش شي واحد ياثر فيك هادشي ديك الهضره راه في بعض الاحيان واحد في المجتمع خصو عنده شخصيه قويه يتعامل مع الاحداث مع الاحداث ومع امواج الحياه الا ما كنتيش عندك شخصيه قويه غادي تكون في الحياه بحال كما في الغابه قانون الطبيعه من لا يتكيف يموت اللي ما كيتكيفش مع الطبيعه ومع البيئه كيموت هذا هو القانون ديال الطبيعه وكينطبق حتى على الانسان سي يوسف كلمه اخيره لموقع مجله 24 والمتابعين ديالنا الكلمة الأخيرة اللي بغيت نوجهها للموقع مجلة 24 وكل المتابعين هو كنتمنى أن هاد القصة هذه تعطيكم واحد شحنة بسيطة ولو واحد مساحة بسيطة ديال التفكير لربما بزاف منكم غادي يكونوا في حل فترة من الفترات الحياة ديالكم سمعتوا في حالة النوع ديال الكلام ولو عن طريق الصدفة ولو شي واحد قالها ربما ما قالهاش عن وعي ولكن خرجها من القلب ديالو بعض الساعات اللسان كيفضح الشخص الشخصيه ديالك حاول انك تطورها حتى الشخصيه ديالك هي الصلب ديالك هي الروح ديالك الى ما قويتي الشخصيه ديالك باي طريقه سواء انه تهضر مع ناس تحاول انك تواصل مع ناس اللي عندهم خبره وتجربه في الحياه تشوف وتقرا على الشخصيات العالميه القصص ديالهم تقرا حتى الكتب انا بالنسبه لي للكتب ديال تطوير الذات فيهم ما هو جيد وفيهم ما هو خرافي ومجرد بيع الوهم ولكن فيهم واحد النسبه اللي هي مزيانه اللي غادي تستافد منها انا كيوسف لو ما كانتش عندي شخصيه قويه لربما المسار ديالي في اليوتيوب كان ممكن ينتهي بشحال هذه علاش لانه مجرد انك تدخل لعالم الانترنت راك تدخل لعالم ديال السب والقذف والانتقاد راه ممكن انه يجي غير واحد ويشوف فيك ما عجبتيش راه غادي يسبك وباقي كنتذكر انه واحد صانعه المحتوى كانت بغات هي صانعه محتوى في انستغرام بغات دير محتوى في الفيسبوك واليوتيوب قالت لي انا عندي مشكل واحد الشخصيه ديالي ضعيفه وما نقدرش نتحمل الانتقاد قلت لها اذا انت ما تصلحش الشخصيه ديالك طورها الى كانت عندك شخصيه صلبه وذات كاريزما ما كنظنش انه شي حاجه غتاثر عليك في الحياه ديالك خصوصا شي حاجه نفسيه شكرا سي يوسف على قبول الدعوه الله كان لقاء شيق حنا دورنا سعداء بالفعل هو سعداء وماشي سعداء حتى حركت واحد وحل كما كيقولوا خلي داك الجمر راكد قلبت عليك المواجع قلبت عليا المواجع
ولكن كما قلت لك الحمد لله ان ربي عاطينا واحد النعمه ديال النسيان الحمد لله. لو ما كناش كننساو كاين اللي ممكن انه يكون جالس دابا كيحكي لك وكيبكي. كاين ضيوف اللي بكاو هنايا حيتاش كاين شي احداث اللي هي مؤلمه وكتخلي واحد النغزه في القلب. نعم. خصوصا ملي كتكون ديك الحرقه ديال الحقره والظلم اللي في واحد اللحظه اللي الانسان اللي كيتظلم ما قادرش يدير واحد ردات الفعل، ما قادرش يدافع على راسه، ما قادرش يجاوب، ما قادرش يجاوب كتبقى. نعم. في واحد الحرقه ربما كتستمر مع الحياه ديالو كامله. شكرا ولكن سيس. الحمد لله هذا ما نقوله. شكرا جزيلا، كنشكرك سي يوسف وشكرا بزاف وسعيد باللقاء ديالكم. الى هنا متابعينا الكرام انتهت حلقه برنامج حرقه ما تنساش مع الضيف العزيز على القلب سي يوسف اعبو، صانع محتوى وصاحب صفحه في اليوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي مساحه. كنتمنى ان الحلقه تنال الاعجاب ديالكم. الى هنا دمتم في امان الله، كان معكم محمد عربي عن موقع مجله 24.